الخير، اهلا بحضراتكم معنا في لقاء متجدد مع برنامجنا شؤون عربيه ومقاربات لاكثر من شان عربي. نحاول نتناول بالمتابعه والتحليل كثير من التطورات اللي بيشهدها، بالاضافه الى وقفه حواريه تخصص الى التطورات في لبنان، ربما في الافق ازمه في لبنان، ازمه سياسيه تحديدا في نظر بانها تتفاقم ويحدث حاله من الاختناق، وربما من هذا المنطلق كانت المناشده من قبل الامين العام للامم المتحده أنطونيو غوتيريش باجراء المزيد من الاتصالات للحيلوله دون اي تصعيد قد تنجم عنه عواقب ماساويه. نتطرق تفصيلا وتحليلا لكثير من المحاور وثيقه الصله بهذه الازمه في الافق اللبناني. نبدا مع حضراتكم التو جولتنا الاخباريه العربيه المعتاده، واول محطتنا مع الجوله العربيه المرتقبه في الغد لوزير الخارجيه سامح شكري اللي بيبداها وتشمل كل من الاردن والامارات والكويت والبحرين وسلطنه عمان والمملكه العربيه السعوديه. يبحث شكري خلال الجوله سبل تعزيز العلاقات الثنائيه بين تلك الدول وتشاور حول تطورات الاوضاع في المنطقه العربيه والشرق الاوسطيه بوجه عام، وربما يعني كثير من الملفات الساخنه في هذه المرحله على ضوء المعطيات الجديده في كثير من الملفات اللبنانيه والسعوديه، بالاضافه بالتاكيد الى الازمه الفلسطينيه اللي دوم بتلقي بظلالها على مجريات الامور في المنطقه العربيه. المزيد من المتابعة بيتواصل معنا عبر الهاتف سعادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية. تحية لحضرتك، مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير، أهلا بحضرتك. يعني بالتأكيد هناك كثير من التحديات الراهنة في المنطقة العربية تفرض نفسها بقوة على الجولة العربية المرتقبة لوزير الخارجية سامح شكري، ونخص بالذكر بالتأكيد الأحداث في المملكة العربية السعودية ويعني تطورات الأزمة السياسية أيضا في لبنان، وتلقي بظلها بالتأكيد أيضا على العلاقات اللبنانية السعودية. يعني ما أبرز ما يمكن أن نتوقف عنده من محطات في إطار الجولة المرتقبة لوزير الخارجية سامح شكري؟ هو في الحقيقة الزيارة طبعا لست دول عربية زي ما سيادتك أشرتي، بتشمل أولا الأردن ثم الإمارات والبحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. هي زيارة بتأتي في توقيت هام بتشهد فيه المنطقة تطورات عديدة وتحديات عديدة. الأمر الذي يقتضي بالطبع أن تتحرك مصر للتشاور مع أشقائها العرب حول تطورات تلك الأوضاع. السيد الوزير سامح شكري بينقل خلال هذه الزيارة رسائل شفهية إلى قادة وملوك ورؤساء هذه الدول، وبيجري مشاورات مع وزراء الخارجية حول تطورات في المنطقة. مصر باعتبارها دولة هامة في المنطقة، حريصة كل الحرص على التضامن العربي وعلى مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، تكون حريصة على تبادل الرؤى والتقييم مع الأشقاء العرب مثل تلك الظروف. كما أشرت أيضا الأزمة اللبنانية طبعا بتلقي بظلالها على هذه الجولة، لا سيما في ظل ما يمكن أن يكون له من تداعيات لهذه الأزمة على الشأن الإقليمي، والأمر الذي بيقتضي بالطبع التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب. بتؤكد مصر خلال هذه الزيارة على حرصها على الأمن القومي العربي وعلى التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات. تأكيد هذه الثوابت هي نقاط انطلاق لعمل الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية العربية، ربما لحل كثير من ما يؤرق المنطقة العربية من مشكلات، ويبقى دوما يعني صيانة الأمن القومي العربي هي واحدة من التطلعات الرئيسية والأولويات في هذا الانطلاق إلى أفاق أرحب في العلاقات العربية العربية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التواصل معنا سعادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط هو في زيارة حالية إلى الكويت، وبالتأكيد أيضا يعني الحديث حول أفاق أرحب للعلاقات المصرية الكويتية، أوضاع الجاليات وأيضا ربما المواقف المشتركة إزاء كثير من التحديات اللي بتواجه المنطقة العربية تتكرس من خلال المحادثات المرتقبة التي يجريها سيادة الأمين العام لجامعة الدول العربية. معنا الإطلالة سريعة على ما سوف تكون عليه هذه الزيارة وأهم القضايا المدرجة على جدول أعمال زيارة السيد أحمد أبو الغيط. السيد محمود عفيفي المتحدث باسم جامعة الدول العربية، مساء الخير يا فندم. مساء النور.
يعني أهم ما يمكن أن تطلعنا عليه في إطار الزيارة الحالية اللي بيقوم بها سيد الأمين العام للجامعة العربية سيد أحمد أبو الغيط إلى دولة الكويت الشقيقة. يعني هي الحقيقة زيارة بتتضمن عدد من التبعات. يعني أولا في السيد الأمين العام سيجري لقاءات بداية مع سمو رئيس دولة الكويت ومع كبار المسلمين فيما يتعلق بتطورات الأوضاع العربية خلال المرحلة الحالية. دولة الكويت لها دور بسيط في إطار العمل العربي. هناك جهود مختلفة يقوم بها سمو الأمير ودولة الكويت في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية. المنطقة العربية حاليا تمر بتطورات متلاحقة ومتسارعة، فمن المهم أن يكون هناك تشاور مع القيادة الكويتية في هذا الإطار. في نفس الوقت السيد الأمين العام هيفتتح أعمال مؤتمر دولي حول حقوق الطفل الفلسطيني في ضد الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب السلطات الإسرائيلية، وأيضا سيشارك في افتتاح دورة 37 من مجلس الوزراء الاجتماعية العربية. يعني إذن يعني من ضمن الفعاليات التي يشارك فيها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية المؤتمر الدولي حول حقوق الطفل، وأيضا فعاليات خاصة بالشؤون الاجتماعية في الدول العربية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التواصل معنا وهذا الاقتراب مما هي سوف تكون عليه هذه الجولة للسيد أحمد أبو الغيط إلى دولة الكويت الشقيقة. ويعني عذرا لرداءة الصوت، يعني بالتأكيد يعني هناك ربما يعني عيب فني يعني حالة دون وصول النقاط بشكل مناسب إلى السادة المشاهدين. جزيل الشكر السيد محمود عفيفي المتحدث باسم الجامعة العربية. تحول إلى التطورات في سوريا. اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في بيان مشترك بشأن سوريا على توحيد الجهود للقضاء على تنظيم داعش الإرهابية. وأكد ترامب وبوتين في بيان مشترك لهما على هامش قمة آسيا المحيط الهادئ أن النزاع في سوريا ليس له حل عسكري. معنا المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية سابقا. تحية لك سيادة اللواء. سلام الله عليكم وعلى مشاهدكم الكرام، شكرا لك. أهلا بكم. يعني ربما ما هي الخواسم المشتركة هذه المرة التي ربما تجمع الطرفين الأمريكي والروسي إزاء التطورات في سوريا والدور الذي تلعبه الدولتين إزاء هذه التطورات في ضوء ما أكد عليه الرئيس الأمريكي ورئيس الروسي في بيانهما المشترك وما قالاه من أن النزاع في سوريا ليس له حل عسكري، وحثهما الأطراف المشاركة في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف. في الواقع يعلم السيد ترامب أن الحل في سوريا فعلا ليس حلا عسكريا، سيما أن الدولة السورية أثبتت قدرتها على المقاومة في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يريد النيل من سوريا. نتذكر The American Proxy Forces الأمريكية التي تعمل في سوريا وهي كل المجموعات الإرهابية المسلحة. نحن اليوم عندما نقول أن الحل فعلا ليس عسكريا، نعم الحل في سوريا ليس عسكريا ولا يمكن حسم الصراع بأدوات عسكرية. هنالك إرهاب مسلح، هنالك مجموعات قتالية مسلحة تم تأهيلها وتدريبها في دول الجوار الإقليمي وأيضا في أفغانستان وفي مناطق أخرى، دعمتها كما دعمت طالبان والقاعدة، دعمتها السي آي إيه، وهذا باعتراف هيلاري كلينتون وغيرها. اليوم عندما نقول أننا نواجه مجموعات مسلحة، نعم المجموعات المسلحة التكفيرية الوهابية كما هي موجودة في سيناء لديكم، لا أعتقد أنكم سوف تتعاملون مع المجموعات الإرهابية في سيناء بالحسنة، إنما نحن نتعاون أو بلحظة للبحث عن حل للصراع في سوريا، هذا الصراع الدائر والذي تقوده السي آي إيه. نعم على ترامب وعلى أمريكا أن توقف حربها ضد الدولة السورية، حروب الجيل الرابع The American Fourth Generation War التي تستمر في سوريا عليها أن توقفها، واحد اثنين. على المجموعات المسلحة أن تخرج من سوريا باتجاه الدول التي قدمت منها، هنالك تمام. طيب أرجوك عفوا المقاطعة لكن لننتقل سريعا إلى هذه الجزئية قبل أن ينفذ الوقت. يعني فيما يتعلق بالاحتكام إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا كإجراء مؤقت لحين التوصل إلى تسوية للأزمة السورية، كيف تنظرون إلى ذلك؟
نحن نحترم المناطق ذات التصعيد والتوتر المنخفض ونتمسك بها ونتعامل معها كمناطق إيجابية من أجل وقف التصعيد ووقف الاشتعال ومحاصرة بؤر الاشتعال الموجودة في الجغرافيا السورية، ونتطلع دائما إلى تخفيض احتقان الدماء وإلى تخفيض أي شكل من أشكال العنف. نعم، الدولة السورية والشعب السوري بحاجة تامة إلى إيقاف شلال الدم وإيقاف هذه الحرب والمزيد من المصالحات والتصالح الوطني والمزيد من عودة هؤلاء المواطنين إلى الدولة السورية وإلى علمهم وإلى جغرافيتهم ولسياسة الدولة السورية في إطار الجغرافيا الكاملة 185 مربع وأيضا 23 مليون نسمة هم أبناء سوريا وهم الشعب السوري، سواء منهم الذي غادر سوريا أو الموجود يعني أو الموجود الآن في مناطق أخرى اضطروا للخروج إليها. عندما تستقر الدولة وعندما يستقر الوطن وعندما يعني يتم تفعيل المناطق ذات التصعيد والتوتر المنخفض وينتهي وتنتهي بؤر الاشتعال والحرائق، نعم نستطيع أن نقول أننا نعود إلى وضعنا الطبيعي، يفسح المجال لممارسة الدور الطبيعي. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية سابقا. احتشد عشرة الآلاف من أعضاء وأنصار حركة فتح في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وذلك لإحياء الذكرى 13 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مهرجان مركزي تنظمه الحركة لأول مرة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع قبل 10 سنوات. وتوافد العشرات يرتدون الكوفية التي ميزت الرئيس الراحل ياسر عرفات من مختلف أنحاء قطاع غزة للمشاركة في هذا المهرجان. وينضم إلينا سيادة السفير ناصر القدوة رئيس مؤسسة ياسر عرفات، تحية لك سيادة السفير. أهلا بك أختي العزيزة. أهلا بك، بالتأكيد نتوقف عند كثير من يعني الدلالات الزمنية والمكانية في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه الممارسات الإسرائيلية التعنتية، وتحديدا بعد مرور 13 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، تبقى يعني الأفكار وتبقى تطلعات الأفكار لها أجنحة وتطلعات نحو تحقيق الحلم تحقيق دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريفة، كيف تنظرون إلى مثل هذه الدلالات؟ نعم سيدتي، الحقيقة ياسر عرفات بطبيعة الحال هو القائد المؤسس للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة وهو رمز النضال الفلسطيني، قاد المسيرة الفلسطينية بكل اقتدار وحاز على ثقة وتماسك الشعب الفلسطيني من حوله، وما زال الشعب الفلسطيني يستذكر دائما، وحقيقة أعتقد أن شعبنا يشعر باغتراب ياسر عرفات أكثر كلما زاد وقت الرحيل، كلما زادت فترة الابتعاد. فيبقى ياسر عرفات في الضمير الفلسطيني ونبقى متمسكين به، نحيي ذكراه ونحاول الاستدلال بتجربته بما يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة الأخطار الكبيرة التي تحيط بها. وهذا أهم الدروس المستفادة التي ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا، خاصة بعد مرور 13 عاما على رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. يعني من تجربته ومن الأداء الواضح للقائد الكبير نقول أنه أهم الدروس يبدو أنها المحافظة على الوحدة الوطنية الفلسطينية، أهم الدروس يبدو أنها التمسك بالمبادئ والتمسك بالمواقف الأساسية، وأهم الدروس هي المحافظة على مصالح شعبنا والتمسك بدولة فلسطين والنضال المستمر من أجل إنجاز الاستقلال الوطني هذه الدولة. هناك أيضا تجربته فيما يتعلق بالعلاقة مع المنطقة العربية والعلاقة مع الكثير من الأصدقاء في العالم، اختط لنا أسس واضحة لعل في مقدمتها مركز مصر الحبيبة في قلب التحرك العربي وفي قلب التحالفات العربية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى كثير من التحالفات الدولية التي قادها وشكلها ياسر عرفات. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير ناصر القدوة رئيس مؤسسة ياسر عرفات.
قال النائب العام السعودي سعود المعجب إنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 تم توقيفهم في قضايا فساد، وذلك من دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظور فيها قد بلغ 100 مليار دولار. وأضاف المعجب أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعائهم تمضي قدما وبخطوات سريعة. انتبه. متابعتنا العربية تتواصل مع حضراتكم، وعلى خلفية الأزمة السياسية الحالية في لبنان في أعقاب استقالة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، وكثير من النظر من أن تتفاقم هذه الأزمة، ويعني من الأهمية بمكان أن يكون هناك ثمة إجماع على أن واحدة من الأولويات هي الحفاظ على السلام في لبنان، لأن المنطقة بالتأكيد في غنى عن أن يحدث فيها نزاع جديد ربما يعني يزيد من الأمور اشتعالا. سوف يكون معنا في الوقفة الحوارية القادمة في برنامجنا شؤون عربية الأستاذ محمد سعيدر الكاتب الصحفي اللبناني، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. أثارت الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في 4 نوفمبر الجاري ردود فعل في الداخل اللبناني وخارجه، مما يثير مخاوف من اتخاذ الأزمة أبعادا أكثر تأثيرا على الأمن والاستقرار ليس في لبنان فحسب، بل على مستوى المنطقة كلها. الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا السعودية إلى توضيح الأسباب التي تحول دون عودة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى لبنان، وطالب عون خلال لقاء مع القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري بعودة سعد الحريري إلى لبنان، واصفا الطريقة التي جرت بها استقالته من الرياض بغير المقبولة. يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله السعودية باحتجاز رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، وهي الاتهامات التي نفاها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحريري محتجز في السعودية، وأن بلاده تراقب الموقف، محذرا في الوقت نفسه من استخدام لبنان ساحة لحرب بالوكالة. وفي رد على شائعات حول فرض قيود على تنقلات الحريري، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودغيان أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري الموجود حاليا في السعودية حر في تنقلاته، معربا عن أمله في أن يتمكن السياسيون في لبنان من تطبيق الدستور والعمل سريعا على إقامة مؤسسات تمثل كل الطوائف اللبنانية.
من جانبه حذر السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أي صراع جديد من الممكن أن تكون له عواقب مدمرة في المنطقة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على السلام في لبنان. وتظل أزمة استقالة الحرير تراوح مكانها وسط مخاوف من تحول لبنان إلى ساحة حرب بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية، وذلك بسبب التصريحات الملتهبة والاتهامات المتبادلة بين العديد من الأطراف عقب إعلانه استقالته المفاجئة من الرياض. سؤال يطرح نفسه، كيف يبدو المشهد اللبناني الحالي على ضوء المعطيات أو التداعيات الأخيرة في هذا المشهد لمن ينظر نظرة أكثر قربا لما شهدته لبنان في الفترة الأخيرة؟ وربما كان هناك تعويلات كثيرة أن يعود لبنان إلى سابق عهده بعد التغلب على واحدة من الإشكاليات الكبيرة ألا وهي الفراغ الرئاسي. معي ومعكم في هذا اللقاء أجدد التحية به الأستاذ محمد سعيد رز الكاتب الصحفي اللبناني. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني بالتأكيد يعني هناك تحديات يعني زادت في الفترة الأخيرة تواجه لبنان الشقيق، وقد تكون نقطة الانطلاق لها ما تبعناه مؤخرا من استقالة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية وما أثير في عقب ذلك ربما من حديث يطول. يعني كيف يعني تنظرون ولو على الأقل بشكل مبدئي لما تشهده لبنان حاليا من تحديات، وكثير بيشوفوا أنها على شفا أزمة سياسية قد تكون أكثر صعوبة مما كانت قد واجهته في السنوات السابقة؟ هو في البداية أحب أن أؤكد على جملة أمور تكونت بعد مرور أسبوع تقريبا على إعلان استقالة الرئيس سعد الدين الحريري من الرياض. أولا هناك إجماع تقريبا شبه إجماع لبناني بين كل الفرقاء حتى من الذين يختلفون سياسيا مع الرئيس الحريري، هناك إجماع على ضرورة عودة الرئيس سعد الدين الحريري إلى بيروت ليستأنف دوره الحكومي. حتى هذا المطلب حزب الحريري نفسه طالب به، حزب المستقبل طالب بأن يعود الرئيس الحريري إلى لبنان إلى بيروت ليستأنف دوره الحكومي. الأمر الثاني الذي لاحظناه أنه منذ إعلان الاستقالة تنادى الفرقاء اللبنانيون بمعظمهم أيضا، سواء كان ذلك على مستوى رئاسة الجمهورية أو على مستوى رئاسة مجلس النواب أو حتى دار الإفتاء وهي المرجع الأعلى للمسلمين في لبنان، دار الإفتاء في الجمهورية اللبنانية، تنادوا للتأكيد وتعزيز الوحدة الوطنية في لبنان، وهذا له معنى كبير. فمسألة شرزمة الشعب اللبناني لم تعد مادة يعني تصلح للرواج على الساحة اللبنانية. هل مسببات الاستقالة كانت واضحة من خلال ما ذكره الرئيس سعد الحريري بنفسه؟ نعم نعم طبعا مسببات الاستقالة يعني كانت واضحة، ولذلك أنا بس يعني عم بقول ما بعد إعلان الاستقالة ما الذي جرى. فاللبنانيون يرفضون الآن أن تعود ساحة لبنان ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والصراعات الدولية. المسألة الأخرى أن الانطباع العام والموقف العام عند اللبنانيين هو أنهم يرفضون أن يكون هناك سيطرة لفئة أو لطائفة أو لحزب أو لقوة على عموم اللبنانيين، هذا غير مطروح على الإطلاق أبدا، وهناك رفض كامل له من كل اللبنانيين تقريبا. اللبنانيون جربوا هذه المسائل على حروب متعددة وخطيرة وكارثية وقعت في لبنان لمدة 15 أو 16 سنة. لكن الحقيقة في سؤال مهم جدا، نعم. ما الضمانات لعدم تكرار هذه السيناريوهات القاتمة؟ لا هو 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 يعني الضمانات حينما يتأكد جميع اللبنانيين ويقف جميع اللبنانيين موقفا واحدا بأن لبنان لم يعد وليس ولاية إيرانية ولا ولاية تركية ولا ولاية أمريكية حتى كمان ولا ولاية لأي دولة أخرى. لبنان دولة عربية مستقلة تفتخر بانتمائها العربي، تمتن وتشكر إخوانها العرب على مساعداتهم المتكررة للبنان في محنته، وبشكل خاص الإخوة في الخليج، ولكن في نفس الوقت
موضوع يعني التدخل بالشأن اللبناني الداخلي ومحاولة إعادة إثارة العصبيات، هذه ترمي بحساسيات كبيرة جدا. نعم. وقد توصلنا إلى نفق يعني لا يعرف مداه. المسألة تتعلق بحزب الله في لبنان، وبالفعل سعد الحريري وجه انتقادات حادة نعم إلى حزب الله وإلى إيران. نعم. ولإيران. لأسلم جدلا بما قاله الرئيس سعد الحريري. طيب حزب الله له شقين، شق مقاوم لإسرائيل، وهو بهذا الشق المقاوم لإسرائيل استطاع أن يوجد ما يسمى بتوازن الردعة الذي لجم إسرائيل من استمرار في اعتداءاتها المتكررة وشبه اليومية على الساحة اللبنانية، عمل توازن في الردع. المسألة الثانية أن حزب الله يعني له علاقة أو له وجود في العمل السياسي الداخلي في لبنان. لما يكون حزب سياسي المسألة في مواجهة إسرائيل لها حسابات أخرى لن ندخل فيها الآن، أما ما يتعلق بالوجود السياسي الداخلي في لبنان، يعني حزب الله عليه أن يعرف أن هناك من يخالفه ومن يختلف معه ومن يعارضه ومن يرفضه ومن يقبله كأي حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية. هو أصلا مش موجود من منذ أيام يعني على الساحة اللبنانية، هو من 25 سنة يشارك في كل الحكومات التي تشكلت بعد اتفاق الطائف، سواء التي ترأسها الرئيس رفيق الحريري الشهيد رفيق الحريري أو ابنه سعد الحريري. نعم. وهو موجود في الحكومة الحالية، وهو في كل حكومة تصدر هناك بيان وزاري تلتزم به الحكومة خطة عمل لها، وفي كل بيان وزاري من هذا النوع يورد تورد جملة وفقرة تؤكد على التحالف ما بين الشعب والجيش والمقاومة. على ذكر هذا التحالف، هل موقف الدوائر اللبنانية المختلفة إزاء استقالة الحريري هل هو موحد؟ يعني حديثا عن القوى، عن الرئاسة اللبنانية ممثلة في ميشيل عون. ميشيل عون. نعم. نعم، هناك كما قلت يعني عودة الحريري أمر مطلوب يعود لكي يستأنف دوره الحكومي. المسألة الثانية موضوع الوحدة الوطنية وتعزيزها في لبنان. المسألة الثالثة إذا سمحتيني عن موضوع إيران، هناك من يقول وقد يكون يعني محقا أو غير محق في 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 مواقفه أن إيران تثير الاضطرابات والقلاقل في لبنان وفي غير لبنان وفي الدول العربية والمنطقة العربية كلها. نعم. طيب حل هذا الموضوع كيف يكون؟ نفهم ماذا يقولون، نتفهم الذي يقولونه، ولكن حل هذا الموضوع كيف يكون؟ هل يكون الرد بالمزيد من الاضطرابات والقلاقل والمشاكل والكوارث، أم يكون الرد بأنه بإيجاد صيغة حوار تطفئ هذه الأزمة المشتعلة وتصل إلى حل معين يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التدهور والمزيد من المخاطر؟ منذ قليل كنتم تتحدثون في تقرير عن سوريا وبأنه ليس هناك حلا عسكريا بعد 7 سنوات من القتال تدمرت فيه سوريا بأكملها. وصلنا للنتيجة لا يجب أن يكون هناك حل عسكري. طب هل ندخل نحن في حلول عسكرية وبعد 7 سنوات أو 10 سنوات نعود لنقول أن الحل العسكري ليس مجديا وليس مفيدا؟ المطلوب الآن أن نتجنب أي بؤرة تفجيرية للصراعات، أي بؤرة تستطيع أن تخلق انقسامات وتودي إلى كوارث سواء في لبنان أو في غير لبنان، لأننا رأينا ما حل ببعض الدول العربية التي حدثت فيها هذه المشاكل. نريد أن نلملم ما يحدث في الدول العربية، لا أن نخلق دولة جديدة. المنطقة في غنى عن أزمة جديدة. لذلك اسمحي لي هنا، يعني هي كانت ظاهرة أن معظم الشعب اللبناني، معظم قواه السياسية من مسلمين ومسيحيين ومن كل المناطق اللبنانية نظرت بعين التقدير والتأييد و يعني لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورأوا فيه أنه موقف حكيم وموقف مسؤول وموقف يسترجع الدور المصري الأساسي الريادي والقيادي في المنطقة العربية، موقف الحريص على وحدة ما يسميه الرئيس السيسي الدولة الوطنية، من وحدة وطنية، وحدة الشعب، وحدة المؤسسات، الحفاظ على المقومات الوطنية لكل دولة عربية. عندما قال أكد الرئيس السيسي أنه لا ينبغي أن يكون هناك عبث بالاستقرار في لبنان، ويجب منع إثارة العصبيات وحروب العصبيات المذهبية والطائفية، والوحدة الوطنية في لبنان ينبغي أن تكون قائمة ومتينة. مثل هذه المواقف من شأنها أن تطفئ النيران التي لا يعلم أحد
من يشعلها ولن يعلم أحد إلى أين ستنتهي وإلى أين ستؤدي. ويطالب اللبنانيون الآن سيادة الرئيس السيسي بإطلاق بادرة عربية، هذه البادرة العربية لاحتضان لبنان. هو بالفعل تحقيق الاستقرار لكل دولة حتى على حدة هو الضمانة الحقيقية طبعاً لصيانة الأمن القومي لكل دولة والأمن صحيح القومي العربي في ذات الوقت. ويعني ربما هي واحدة من التحديات التي تواجه لبنان الشقيق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه. ينضم إلينا سماحة مفتي لبنان المفتي علي الأمين. يعني بعد تحية سماحة المفتي، يعني بالتأكيد تم إجماع بأن صمام الأمان هو في توحد اللبنانيين وإبعاد أشباح الانقسام والطائفية، يعني ما هي الثوابت التي يجب أن ينطلق منها لبنان حاليا؟ أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم ولضيوفك الكرام ولمصر العزيزة. تحية لكم تفضل. يعني فيما يعود إلى الأحداث الجارية على الساحة اللبنانية، المطلوب من أصحاب الدولة والمسؤولين فيها التركيز على أسباب الاستقالة ومضمونها وترك الجدل حول شكل الاستقالة. يجب النظر إلى أسباب هذه الاستقالة وإلى مضمونها والعمل على حوار جدي بين الأطراف اللبنانية، ونقترح أن يكون برعاية الدولة المصرية والجامعة العربية لإعادة، ويكون هذا الحوار لإعادة بناء الدولة اللبنانية وفق اتفاق الطائف، بحيث تكون المرجعية الوحيدة في اتخاذ القرارات هي الدولة اللبنانية بمؤسساتها، وليس من خلال استقواء بعض الأطراف بارتباطاته الخارجية أو بالسلاح على الداخل اللبناني. والعمل يعني وعمل كل الأطراف اللبنانية في هذه الظروف يجب أن يكون بمرجعية الدولة اللبنانية الداعية إلى النأي بالنفس عن أزمات المنطقة. ولا يمكن يعني أن يكون هناك فريق هو مشارك في الدولة اللبنانية وفي الحكومة اللبنانية ولا يلتزم بسياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية من خلال انخراط هذا الطرف أو ذاك في الصراعات الجارية في سوريا أو في العراق أو في المنطقة. ولذلك يعني الوحدة الوطنية والتضامن الشعبي ورفض الانقسامات إنما يكون من خلال العمل كما قلنا على هذا الحوار الجدي بين مختلف الأطراف اللبنانية. ونحن نعول كثيرا في هذه المرحلة على يعني دور مصر التي علمتنا دائما بأنها تتحمل مسؤولياتها في سبيل وحدة الصف العربي ولم أطرافه. أشكركم، أشكر سماحتكم سماحة المفتي مفتي لبنان علي الأمين. يعني بالتأكيد أستاذ محمد مثلما يقول سماحة المفتي يجب أن نلتفت أساسا إلى الأسباب والمضمون الخصان باستقالة السيد صحيح سعد الحريري قبل يعني أن نخوض في تفاصيل يعني ربما يعني هي مضيعة للوقت. لكن يعني ذلك يدفعنا أيضا إلى التساؤل، يعني هل يعني كانت التدخلات الإيرانية والتحفظات بشأن ممارسات حزب الله بالتأكيد يعني داعمة لحالة عدم الاستقرار ليس فقط في لبنان وإنما في كثير من الدول العربية، هي يعني وحدها التحفظات التي دفعت السيد سعد الحريري إلى الاستقرار؟ يعني هو بالنسبة لحزب الله كما قلت موضوع المقاومة مع إسرائيل شيء آخر وله حسابات أخرى، لأنه يحمي لبنان ويحمي الحدود ويحمي السيادة. أما المسألة الداخلية لا ينبغي أن يكون هناك سلاح على الساحة اللبنانية الداخلية إلا سلاح الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية الرسمية الشرعية. هذه المسألة يعني يجمع عليها عدد كبير من اللبنانيين. أما بالنسبة
حل هذه الإشكالية كما تفضلتي وسألتي. فهناك سابقة عندما كانت المقاومة الفلسطينية موجودة في لبنان ودارت اشتباكات عنيفة جدا بين هذه المقاومة وبين الجيش اللبناني، دعت القاهرة كل أعتقد في عام 1969 دعت القاهرة كل الفرقاء وجلسوا على طاولة واحدة وصدر اتفاق القاهرة الذي يعطي حق المقاومة ضد إسرائيل حيزا معينا يتواجدون فيه ولا يتدخلون بالشأن اللبناني الداخلي على الإطلاق. هذه المسألة يعني ممكن أن نستعيدها، اتفاق القاهرة بهذا الشكل. لماذا ينبغي أن نستعيد مثل هذه الأمور؟ لأن لبنان واقعه الجغرافي على الحدود مع فلسطين المحتلة، واقعه الداخلي هناك 18 طائفة في لبنان، هناك تقريبا أطماع إسرائيلية معلنة في الأراضي اللبنانية، لا تزال إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تتجاوز مساحتها 300 كيلومتر مربع. فهذه المسائل جميعها ينبغي النظر إليها كخصوصية الواقع اللبناني، وأن يعني نتعامل معها بحكمة وليس بردات فعل، وأن نتجنب العصبيات الطائفية والمذهبية لأنها بالنتيجة لن تعود بالكوارث إلا على لبنان وعلى شعب لبنان. لا أحد. هل الأطراف الخارجية اللي حضرتك بتتحدث عنها هي المتسبب الرئيسي في الأزمة الأخيرة، أم أنه أيضا ربما سوء ترجمة لواقع الأمور؟ يعني وربما يقرأ في هذا السياق ما أثير أيضا من أن السيد سعد الحريري ليس حرا في تحركاته. يعني هو المسألة سيدتي العزيزة أن الوضع المنطقة كله يتعرض لاستقطابات حادة، محاور تتصارع عربية وإقليمية فوق الساحات العربية، وهناك محاولات لجذب هذا وترك ذاك، وهناك محاولات للاستقواء بأوراق معينة من هنا وهناك، هناك صراع حاد. لبنان يعني الطبقة الحاكمة دلوقتي في لبنان جاءت نتيجة تسوية كل العالم يعرفها، بعد فراغ رئاسي استمر حوالي سنتين صار هناك تسوية، وقيل وقتها أن أمريكا تدخلت وإيران تدخلت وأصبح والسعودية تدخلت وصار هناك تسوية. رئيس سعد الدين الحريري رئيسا للوزراء والرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية، كان باديا منذ اللحظة الأولى أن هذه التسوية هي يعني زواج مؤقت إذا صح التعبير، غير لا يمكن له أن يستمر لوجود تناقض في المواقف وتضارب في التوجهات السياسية سواء لما يحدث في المنطقة حتى سواء للداخل اللبناني. إذن هذا الاختناق في الأفق السياسي اللبناني كان متوقعا، كانت هناك محاولات وجرت من نفس المنطلق. نعم. كان يتوجب أن يكون هناك استباقية يعني في مواجهة هذه الأزمة وأن في حلول بالفعل موجودة على الأرض للتعاطي معها. كان هناك محاولات يعني التخفيف من هذه المسألة لإيجاد حلول لهذه المسألة، وبقيت يعني حتى اللحظة يعني قبل سفر الرئيس الحريري إلى المملكة العربية السعودية بحوالي أسبوع فقط، كانت هناك محاولات جادة تجري لإيجاد يعني قواسم مشتركة، وكان هناك بعض الأمور تتحقق. يعني عندما رأينا أن لبنان استطاع أن ينظف أرضه من داعش وأخواتها والمنظمات الإرهابية كلها، عندما يعني قرأنا أن لبنان اكتشف أكبر شبكات تجسس إسرائيلية موجودة على أرضه وفكفك هذه الشبكات، عندما كانت هناك محاولات تجري لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين في لبنان والمخيمات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين وما يمكن أن يكون فيها من خلايا إرهابية نائمة، كانت هناك في الحقيقة عمليات تتم لمعالجة كل هذه الأمور. فجأة يعني اشتدت عملية الاستقطاب المحوري للصراعات العربية والصراعات الإقليمية وحدثت هذه المسألة، حدث هذه الاستقالة. حضرتك ذكرت أن في أكثر من جهة داخلية أو خارجية تشدد على أهمية عودة سعد الحريري إلى موقعه. نعم. في لبنان، يعني حتى هذه اللحظة هل يعني ثمت أنباء أو تسريبات بقرب عودة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل؟ يعني هناك من يقول أنه يمتلك حرية التنقل والتحرك. طيب المسألة هي أن يعود إلى لبنان، يعني إذا كان حزب المستقبل نفسه الذي يترأسه الرئيس الحريري قد أعلن في بيان رسمي قبل 48 ساعة أن على الرئيس الحريري أن يعود، المطالب بعودة سريعة للرئيس الحريري إلى لبنان. هل في تخوفات أخرى لسعد الحريري ربما لم تطرح؟ هناك أقاويل كثيرة طرحت بالواقع. هناك من قال أنه يعني مجبر على البقاء في السعودية أو مجبر على عدم العودة إلى لبنان.
هذه المسألة لا أعرف إذا كان صحيحة أم لا، ولكن يعني المؤشرات تشير إلى وجود يعني شيء من هذا القبيل. حتى الوساطة الفرنسية، هل وارد أيضا أن يكون لديه مخاوف من أن يعني يتكرر سيناريو اغتيال والده الراحل رفيق الحياة؟ هو أشار تحدث صراحة عن هذه المسألة. لكن مثلا كان هناك وساطة فرنسية، وجاء الرئيس ماكرون إلى الرياض والتقى خادم الحرمين الشريفين، وكان من ضمن المباحثات هي يعني أن يتمكن الرئيس الحريري من العودة إلى لبنان، لكن لم يكن هناك يعني لم تكن هناك استجابة لهذه المسألة، وبقي الرئيس الحريري موجودا في الرياض. كل إنسان يعمل في الحقل العام في لبنان معرض للمخاطر. يعني عملية محاولات الاغتيال، كل معظم القادة اللبنانيين، معظم المسؤولين اللبنانيين يتعرضون لهذه المخاطر. ولكن لا أعتقد أنه في هذه المرحلة بالذات عملية الاغتيال أو محاولة الاغتيال للرئيس الحريري عملية صحيحة. لا أعتقد في هذه الظروف بالذات. الله أعلم في المستقبل ماذا سيجري أو يعني يخطط، ولكن لغاية الآن ليست هي عملية يعني منطقية أو صحيحة. التدخلات الإيرانية ليست فقط في لبنان، يعني يخشى من امتدادها إلى دول أخرى، لأن بالفعل هي إيران يعني توجد مواطئ قدم لها في كثير من الشؤون العربية، وواحدة من الملفات اللي بيخشى تمدد يعني هذا التمدد فيها هو اليمن. يعني إذن ذلك يجعل يعني من الأولويات العربية أن تحكم السيطرة على يعني أنشطة حزب الله المعادية للمصالح العربية وممارسات إيران أيضا في هذا الشأن. نعم. يعني هل يمكن أن يتم يعني استثمار بشكل إيجابي لهذه الأزمة الحادثة في لبنان؟ طيب، لخدمة إيران، هذه التخوفات العربية من ممارسات الإيران. إيران دولة إقليمية كبرى في المنطقة. طبعا. تركيا دولة إقليمية كبرى في المنطقة. هناك أيضا دول أخرى تحيط بالمنطقة. لكن في كثير من الأقناع تكشفت. لها تطلعات، لها طموحات، هي في نفس دستورها تصدير الثورة، وهناك أكثر من دولة تسير على هذه المنوال. هل المشكلة في أن إيران تحاول أن تتمدد إلى هذه المنطقة، أم المشكلة في أننا نحن كعرب وكدول عربية وكمسؤولين عرب لم نستطع حتى الآن أن نصل إلى درجة من التضامن العربي، نحمي فيها حدودنا وقرارنا المستقل، ونحمي فيها وجودنا، ونحمي فيها دورنا، ونمنع كل هذه الدول من أن تتقدم إلينا. القوة العربية المشتركة طرحتها مصر وطرحها الرئيس السيسي، لماذا تعطلت؟ مشاريع أخرى كثيرة جدا طرحت تؤكد التضامن العربي، وتدعو إلى تطوير الجامعة العربية، وتدعو إلى تفعيل معاهدات الدفاع العربي المشترك، وتأكيد التضامن العربي، لماذا وقفت؟ لماذا لم تسر كما ينبغي؟ لماذا لا نزال نراهن على الأجنبي وعلى التدوير لكي ييسر أمورنا بعد 50 سنة من هذه التجارب التي ثبت فيها أنها لا تخدم إلا مصالح الأجنبي وليس المصلحة العربية؟ عندما يكون هناك تضامن عربي، عندما يكون هناك تكاتف ولحمة عربية، لا تستطيع لا إيران ولا تركيا ولا غير إيران ولا غير تركيا أن تحاول أن تداهم صحيح. المنطقة العربية وأن تسيطر وأن تنفذ إلى هذه المنطقة. والمسألة تستحق العمل والعناء سواء بالنسبة للبنان أو بالنسبة للدول العربية. طبعا. لأن يعني حتى على ذكر النموذج اللبناني، بالتأكيد الأزمة الأخيرة هي يعني تفسد بشكل كبير جدا الاستحقاقات التي حققتها لبنان في صحيح. الفترة طبعا. الأخيرة. طبعا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ محمد سعيد رز الكاتب الصحفي اللبناني، شرفتني. شكرا لك. الله يخليك. أشكركم مجدنا الكرام، وبالتأكيد لقاء يتجدد معكم الأسبوع القادم ومقاربة لشؤون عربية أخرى في برنامجنا. نشكر لحضرتكم حسن المتابعة.